مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننطلق وإياكم في رحلة في كتاب الله، علنا نطوي الزمان ونترك الأفق المهجور لنسرح في أفق مخملي وجو معنبر، حيث الضياء اللذيذ يمر على الشفاه ويستحيل نبضاً وأنشودة خالدة وربيعاً نظيراً، يحيل برودة القلب إلى دفء حب جديد. الليلة مشاهدينا سنكون مع متسابقين جدد في إطار تنافسي هو الأجمل والأرقى، بعدما رفع سقف التنافس إلى مداه الأعلى. ساعد الله لجنتنا التحكيمية في مهمتها الصعبة، فالتخير في الجمال حيرة ما بعدها حيرة. أرحب أجمل ترحيب بلجنة التحكيم الدكتور الشيخ باسم العابدي من العراق، حياكم الله. حياكم الله وشكرا لكم. فضيلة الشيخ عمر بوسعدة من الجزائر، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبياكم أخي العزيز محمد. من الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد كريم موسوي، حياكم الله سيدنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم حبيبي محمد. ومن سوريا الأستاذ عماد رامي، حياكم الله أستاذ عماد. حياكم الله أخي الكريم، بارك الله فيك. ومن مصر العربية الأستاذ محمد فهمي عصفور، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك وبارك بعمرك حبيبي أستاذ محمد، حياك الله. ومن العراق قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية السيد حسنيان الحلو، أهلا بكم. أهلا ومرحبا بك وتحية طيبة لكل الجمهور الكريم. على بركة الله نبدأ بتلاوة عطرة لقارئ العتبة العسكرية المقدسة القارئ حيدر النائب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه من قومك إلا من قد آمن. الله 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 الله. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الله الله حلو الله. حلو نعم نعم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نعم نعم نعم. حلو حلو. أي والله. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتي
فيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم. أحسنت أحسنت ما شاء الله. ولد في حضن أم عاشقة للقرآن عوضت أميتها وحلمها بتعلم القرآن في وليدها الصغير وكان لها ذلك، فأصبح بتوفيق من الله وبركة دعائها قارئاً وأستاذاً في العلوم القرآنية المتسابق فضل أحمد أوميد من أفغانستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا
اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام، المتسابق فضل أحمد أوميد من أفغانستان، شكراً جزيلاً لكم على هذه التلاوة، وننتقل إلى فضيلة الشيخ محمد عصفور، الكلمة لك. حياك الله حبيبي، وحيا الله الأخ الكريم فضل أحمد أميد. ما شاء الله القراءة رائعة جداً والأداء كان موفقاً وصدقاً، استمتعنا بهذه التلاوة العطرة، ولكن لا يخلو الأمر أيضاً من بعض الملاحظات البسيطة لعلها تكون فائدة لكم خصوصاً في المراحل القادمة إن شاء الله. يغلب على القراءة اختلاس وتمطيط كثير في بعض الأحيان، وأزمنة الغنى والمدود أيضا يغلب عليها عدم الاتزان أو التساوي، فأتمنى تنتبهوا لهذا كله لعله إن شاء الله في المراحل المقبلة يكون لكم حظ وافر إن شاء الله، وأسأل الله لكم دوام التوفيق. سيد حسنيا الحلو عزيزي الله يبارك فيك، شكرا لك وشكرا للأخ فضل، بارك الله فيك. طبعا فضل من الأصوات الرائعة جدا، وحتى أداءه من يؤدي أدي مصري متميز ومرتكز. للأسف يعني سبب السفر أو الصيام أو كلهن أو بعض الأحيان تحدث
بسبب بعض الأخوة مثلا متعود على ميكروفونات معينة وغير متعود على الريفيرب وبعض الإفكتات الاحترافية الحديثة بعض الأحيان هكذا تلاوة بزمان فممكن مشخص. يعتمد على إيده بهالطريقة أو الطريقة الأخرى ممكن يتلافى هذا الموضوع ولكن فضل يعني مستوى أعلى مما أدى الآن ومع ذلك هذا الأداء جميل جدا وشكرا لك يا حبيبي فضل شيخ عمر لكم الكلمة تفضل فضل أحمد ما شاء الله عجبتني ويعني في أدائك وحضورك وقراءتك وتفاعلك مع الآيات وهذا الذي نريده من القارئ أن يكون حاضرا وأن يكون فاهما لما يقرأ ومتدبرا لما يقرأ ومتفاعلا مع ما يقرأ وهذا الذي لاحظناه فيك فضل ما شاء الله كنت رائعا لا أضيف ولا أزيد على ما قال شيخي وأستاذي محمد عصفور بارك الله فيه فقط ملاحظة خفيفة بالنسبة لحرف الهاء يعني في قراءة التحقيق غالبا ما يكون النفس قد انتهى فيتصرف في حرف الهاء فنسمعها عبارة عن همزات مسهلة هذا هذا تحتاج إلى دفع الهواء بارك الله فيك أحسنت تلاوة وأحسنت صنعا السيد كريم موسوي لكم الكلمة أستاذي فضل كما تفضل سيدنا الحسنين احنا نعرف اتقانك وسلطنتك وحرفيتك ولكن ما أعرف يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى يعينك بالآتي لا تتكرر عليك هذه صوت صافي غفلات موزونة وصحيحة وأدعي من الله سبحانه وتعالى بأن إذا هذا الشيء بس اليوم يتكرر لا يتكرر نوبة ثانية حبيب قلب إن شاء الله إن شاء الله يكون عارض ومو إن شاء الله إن شيء زي أمروز اتفاق وفتاد براي برنامج فينال اتفاق السلام عليكم إن شاء الله في حال تأهله فينال بوديد إن شاء الله إلى المرحلة الأخرى إن شاء الله أداء أجمل وأفضل وأكثر ركوزاً الشيخ باسم العابدي لكم الكلمة بارك الله بك يا فضل جئت إلى أبي الفضل واسمك فضل وهذا مشترك رائع وجميل شكراً أستاذنا وجدك اسمه أوميد والأوميد هو الأمل فكلك أمل إن شاء الله أشكر ملاحظة بسيطة وفيها شيء تفسيري أنت تجاوزت وقفاً جيداً وعدلت عنه إلى وقف غير جيد في قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل يعني من قبل هذا الكتاب من قبل القرآن وفي هذا أي في هذا القرآن فكان يعني معظم أو يعني جل المفسرين وقفوا على من قبل قالوا أن يعني هذا القول إما لإبراهيم أو لله سبحانه وتعالى واختلف فيه المفسرون فلو وقفت على من قبل أو في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم أنت وقفت على عليكم وهذا يعني تجاوزت الوقف الصحيح لكي تبين المعنى الأدق والأفضل والأحسن ولكن تلاوتك كانت جيدة وإن شاء الله تستمد من أبي الفضل فضلاً كثيراً شكراً لك إن شاء الله الأستاذ عماد رامي لكم الكلمة فضل لقد تفضلتم علينا بقراءتكم حلو ما شاء الله كأني أراك أنك ما لك مرتاح يعني بالقراءة أو بأجهزة الصوت أو شيء ما بعرف يعني أنا سمعانك قبل هذه المرة كنت أفضل من هيك بس إن شاء الله الأيام القادمة بالمرحلة الانتقالية تكون تقدم إن شاء أفضل إن شاء الله نرتشف معهم الجمال لحناً وترتيلاً شكراً جزيلاً لكم يا فضل لكم. من أفغانستان حياكم شكراً الله. جزيلاً حياكم الله. الله تفضل أهلاً وسهلاً فضل أهلاً وسهلاً أخي فضل في قرية لبنانية النائية يعيش إبراهيم البزال رسام وخطاط ولد في عائلة قرآنية قدمت الشهداء من الأب والأخ وصولاً إلى الفروع فمن معين القرآن والشهادة نهل الحاج إبراهيم ليصبح اللبناني الوحيد الذي يخط المصحف بمفرده بأحجام مختلفة
أنا بال 2006 بحرب تموز أنا تعرضت للإصابة، كانت طيارته الهليكوبتر كانت عم تلحقني، رح فت بغيبوبي يعني طولت عندي شوي يعني ما عدت فيني أرسم، يعني هاي أثرت على عملي كرسام، لذلك التجأت للخط. الحمد لله أنجزت أول قرآن كريم على الورق. هذا القرآن هديته للسيدة خولة وهبته للسيدة خولة الحمد لله رب العالمين. استغرق من الوقت عندي 4 سنين، رجعت فكرت بدي أنجز قرآن تاني. ايه بلشت خلاص، قلت بدي اكتب القرآن الكريم الكبير، بدي اعمله اكبر واحد وان شاء الله احط عمري كله فيه. انا عامله ب3 متر كدره لإله القادر ب2 متر، مثلا انا ما بقدر اكتب او بلش بكتابة اللون الاسود يعني الحبر وهاي اذا ما كانت عائلتي مدققت لي مثلا مدققة الآية، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني أنا بقول هذا يعني ثمرة حياتي، هذا القرآن هو ثمرة إنجازاتي. أرحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بالحاج الرسام والخطاط إبراهيم البزال، حياكم الله وشهر رمضان كريم عليكم. رمضان كريم علينا وعليكم بالصحة والعافية. أسأل الله لكم التوفيق لجنتنا المنقبة. حياكم الله شرفتونا. الله يبارك فيكم شيخنا، الله يحفظكم. الله يخليك. حياكم الله أستاذ إبراهيم. أولا أبارك لك الشهداء الذين تدرجوا بدمائهم الحمد لله أسرتك، هنيئا لك ولهم. هذه نعمة من رب العالمين. نعمة من رب العالمين أن نستشهد شهداء. وأنت في مقام الأساتذة، أنت خطاط ورسام، وما قيل عنك أنك تخط المصحف الشريف للبنان. أنا عندي بحث في خط المصحف والمصاحف الإسلامية، يعني مصاحف الدول، ولعل لم أجد في قراءتي وفي تتبعي أن للبنان مصحفا، فهل هو المصحف الأول الذي يظهر للبنان وكيف كتبته؟ يعني الحمد لله رب العالمين، عندي فكرة واسعة كانت عن الخط، وكنا محل ما أشتغل كنا نعمل دورات عن الخط وعن الرسم وهيك، لذلك توجهت لأبو الفضل ودعيت بأئمة الأطهار أنه ربي يساعدني، حتى خصوصا عمل المرض عندي صار بالأعصاب، أنه بس ثبت إيدي لو أنه بالنهار نص ساعة. وكانت الفكرة أنه بلش بأول مصحف بال2008. الحمد لله رب العالمين أنجزت أول مصحف وأهديته لمقام السيدة خولة عليه السلام، والحمد لله رب العالمين بلشت بمصحف الثاني. الأول كان 80 بمتر، الثاني ب50 ب70، والحمد لله رب العالمين أتممت الثاني والصحة الحمد لله جيدة. الفكرة اللي عندي كانت الأساسية أني أعمل مصحف مميز، طلعت فكرة أنه أنا أرسم أنه أعمل قرآن ما في يعني موجود بالشرق الأوسط، بلبنان ما في، يعني قصدي كحجم وكمميزات في للقرآن، فأجت الفكرة أني أعمله على القماش، لأنه ورق وساوي الورق وجهز الورق ما في على القماش، وأنا عندي خبرة بالقماش والأنواع اللي بدي استعملها بالنسبة للكتيبة والقصص هذه، وإن شاء الله الآن أنا بالقرآن الكبير 3 أمتار ب2 متر أصبحت بنص القرآن الكريم بصورة الكهف، وإن شاء الله بزيارتي للعراق لم يطبع المصحف الذي خططته، لم يطبع ما في طبعا. إذا تسمح لي أنا بما أنه أسرتك منهم الشهداء ومنهم الأحياء، الحمد لله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه
صحبه ومنهم من ينتظر. الله. وما بدلوا تبديلا. الحاج إبراهيم البزال حبيبي رسمت حبك على قلوبنا. الله يخليك. شكرا جزيلا لكم لهذا الجزاء ويبارك فيكم. نحن بنتشكركم وبنتشكر اللجنة الكريمة. الله يبارك فيك. بس بنحتاج دعاء فقط لنستمر. انت ندعي لنا انت ندعي لنا. الله يخليكم ويبارك فيكم يا حبيب القلب. مشاهدينا الكرام حياكم الله. نعم مستوى المنافسة في تصاعد. مستمرون وإياكم بعد الفاصل. إن للمتقين مفازا. الآية التي تمسك بها مجتبى زاد منذ طفولته فولادته في كنف أسرة متدينة فتحت أبواب قلبه على كتاب الله ليصبح اليوم قارئا ومشاركا في المسابقات المحلية والدولية. من إيران مجتبى هرندي زاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا
كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، استمعنا لتلاوة المتسابق مجتبى هرندي زاده من إيران. شكرا جزيلا لكم. الشيخ باسم أبدأ معكم. بارك الله بكم يا أخ مجتبى، جزاكم الله خير. طلتك رائعة وتلاوتك ماتعة ووقوفاتك مبدعة، بارك الله بك. شكرا لك. الله. نعم سيدنا. شكرا جزيلا لك يا حبيبي. شكرا للأخ مجتبى هرندي زاده. طبعا ارتكاز الصوت هذا لا نختلف عليه، الجمل اللي أداها جماليتها حلوة، التركيبات اللي أداها كلها حلوة، سواء كان التركيبات اللي لها اسم معين أو غير ذلك، ذن كلهن جميلات. الملاحظات الإيجابية جدا كثيرة، ولكن في بعض الأحيان حينما نؤدي نغمة معينة احنا مسيطرين عليها صح، ولكن نركز بأدائها حرفيا، هذا قد يفقد بعض الأحيان إحساس القارئ تجاه النص القرآني والآية القرآنية اللي جاي يقرأها بعض الأحيان. فنشوف مثلاً المنشد أو أي مؤدي آخر ممكن يؤدي مقطوعة معينة هو متمرن عليها بحذافيرها، لكن الاحتراف فصل به بأن يؤديها وكأنما يرتجلها، فالإحساس كأنما آني، يعني تدخل بداخل إحساسه المنشد المحترف مثل أساتذتنا يعني.
القراء الكبار كذلك كلهم يحضرون في الغالب يعني، ولكن هذا التحضير يصل به إلى أن يكون ناسيا للمقامات إلى حد ما، وهذه الجملة فيعيش مع الآية. هذه شوية لو كنا عايشينها مع الأخ مجتبى لكان أفضل بكثير من هذا الأداء، وإن كان روعة وجمال. إذا نقدر نقول راح نعيشها إن شاء الله في حال تأهله إن شاء الله إذا تأهل إلى المرحلة إن شاء الله القادمة. الشيخ عمر تقييمكم. ما شاء الله مجتبى اسم على مسمى، اجتبى الله صوتك واجتبك للقرآن الكريم، رغم أنك مع الأموال ومع المصارف وذلك لم ينسيك عن تلاوة القرآن الكريم والاجتهاد في إتقان تلاوة القرآن، فكنت رائعا في أغلب ما يعني نطقت به من القسط الذي قرأته من القرآن الكريم في مخارج الحروف وصفاتها في الغالب، إلا أن ربما النغمة هي التي جعلتك تمطط الكثير من المدود الطبيعية، يعني تزيد في مقدارها أكثر من حتى 4 حركات، فإن شاء الله إن تأهلت للدور القادم فتجنب أمثال هذه، فلا تكون نغمة سببا في التعدي على أحكام تلاوة القرآن الكريم. وكذلك لديك بعض الهنات الصغيرة جدا، فالذال مجهورة فلا نعطي لها شائبة همس حتى لا تشتبه بالثاء ولا يتغير حرف بدل حرف. أما في العموم كنت ماتعا وكان أداؤك رائعا، فبارك الله فيك. السيد كريم رأيكم. حبيبي بارك الله بك مجتبى، الملفت كان في تلاوته اختيار الطبغة الصحيحة من أول تلاوته، هي هذا الاختيار ساعده على إدامة مسيره في الوصول إلى الطبغات الصوتية في أدائه للمقامات، مع محدودية صوته في بعض الطبغات وفي بعض المقامات. وفارسي أقول لأغا دست شما دارتنا كوني فكم كون أمني أزبوت كإن نكتي أستاذ حسنين روهم حتما من برای شما ترجمه بکنم و ترجمه میکنم انشاءالله. متشکرم. امیدوارم در آتی اتفاقات خوبی بیفته و شما به هر حال توی فینال ببینیم شما انشاءالله. الأستاذ عماد رامي تفضل. بارك الله فيك أخي مجتبى، لفت نظري الجواب عندك جميل، بس كان بينقص مثل ما قال الأستاذ حسنين الإحساس وتصوير المعنى للآية، أنت محترف يعني هذا ظاهر بقراءتك، وفقك الله إن شاء الله الأمور القادمة أفضل. الشيخ محمد عصفور تقييمكم. حياك الله حبيب. طبعا أخونا الكريم مجتبى، مجتبى هرندي زادة أو مجتبى آل هرندي، طبعا ليس بعجيب على أهل الجمهورية الإسلامية هذا الإبداع، ولا تعتبر مثلا تعليقاتنا أو لا تعتبرها نقد أو تقييم، هي بالنهاية بناء للمرحلة القادمة ويستفيد منها يعني. ولفت نظر سيدنا أحد الإخوة المتسابقين البارحة والله يعني قالها بالحرف الواحد، قال أنا أول مسابقة أشعر فيها بالطمأنينة والحب والود بسبب لجنة التحكيم. حياكم الله. إذن صوت كغيث حياة، بارك الله بهذه الموهبة المتسابق مجتبى هرندي زادة من إيران، شكرا جزيلا لكم. حنجرتان ذهبيتان من بيت واحد، فعائلتهما القرآنية رعت موهبتهما خير رعاية. عبد الرحمن الزيرك الليلة سينافس نخبة من قراء العالم، ومن بينهم شقيقه المتسابق عبد الرحمن الزيرك من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة هذه البلدة الذي
حرمها. وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. صدق الله العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أنصتنا بخشوع لتلاوة المتسابق عبد الرحمن الزيرك من المغرب. طيب الله لك الأنفاس يا عبد الرحمن، وننتقل إلى فضيلة الشيخ محمد عصفور تقييمكم. حياك الله حبيبي، حيا الله الأخ الكريم عبد الرحمن الزيرك، وما شاء الله الأداء رائع جدا وموفق، وتتنافس أنت وأخيك زكريا. الحمد لله. لا لكن سؤالي يعني لو وقفت عليكم الأول والثاني، من يكون الأول ومن يكون الثاني؟ عادي يعني تؤثر على نفسك أو أكيد تطمع في أكيد الأول؟ أؤثر على نفسك. لا مقسمينها قبل لا يجون. يعني ما شاء الله، هنيئا لكم، بيت واحد أخرج هذه النخب وهذه الأصوات الشجية، ما شاء الله. لا أنا كان عندي بس تعليق، إنه أولا هو قراءة برواية ورشب بتوسط البدل مع تقليل ذوات الياء. البدل عندكم ليس توسط، كان يسحب معك شوية طول، وأيضا ملاحظة التقليل عندكم المواضع التقليل يأخذ درجة عالية شوية، ما ينزل للتقليل الفعلي مثلا في كلمة النار الألفات قبل راء طرف مكسورة. فأتمنى هو تنتبه لهم لعل إن شاء الله الله يجعل لكم نصيب المرة القادمة إن شاء الله. الله يبارك فيكم، موفقين حبيبي، والعفو منكم شيخنا. تفضلوا، أحسنتم كثيرا. فضيلة الشيخ باسم تفضل. أحسنتم أخ عبد الرحمن. لطيفة الأستاذ عماد، أنا قلت وقوفكم على كلمة الأرض يعني غير صحيح، ما كان ينبغي لكم أن تقفوا على الأرض. أستاذ عماد قال إذا ما يقفون على الأرض أين يقف إذن؟ ولكن وقوفكم في المصحف الشريف فرق عن الأرض. أنتم وقفتم على كلمة الأرض، والآية تتحدث عن الفزع، وفي يوم النفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربه. من شاء الله. إلا من شاء الله. فهنا استثناء من الذين يفزعون. فحينما أنت وقفت على الأرض أطلقت الفزع، يعني كل الناس فزعوا، وكان ينبغي لك أن يعني تنظر إلى الاستثناء، لأن الجميع ليس كل الناس فزعوا. هذا مورد. المورد الآخر وموارد أخرى أيضا، أنت تقرأ على الشيخ الهبطي أليس كذلك؟ نعم. في الوقوف تتبع الشيخ الهبطي، ولكنك أيضا لم تتبعه هنا، فوقفت في مواضع أنت اخترتها وأوجدت معاني ودلالات ولم يجدها الشيخ الهبطي. فلا بأس أن تكتب كتابا تصحح على الشيخ الهبطي في وقوفه. وللأسف كررت في كثير من المواضع، ونحن نبهنا على هذه المسألة، قلنا لكم لا تكرروا يا أستاذ عبد الرحمن، يا أخ عبد الرحمن لا تكرر الآية، كررت مرتين وهذا يسجل عليك أيضا. أخذها منك زكريا. نعم. صوت والنغم واللحن جرك إلى التكرار، الله يبارك بي. الأستاذ عماد رامي رأيكم. أستاذ عبد الرحمن صوت ما شاء الله واثق، أنت واثق من نفسك، لذلك عم تقرأ بحرفنة ما شاء الله عنك، يعني صوت واثق وقوي وقادر. بس هذا فقد عندك الإحساس
بالمعاني الآيات. أرجو أن تنتبه، لا تخلي الثقة الزايدة تسيطر عليك. انتقال بين المقامات كان جيد، الله يعطيك العافية، إن شاء الله موفق. بارك الله فيك. شكرا. السيد حسنياني الحلو تقييمكم. يا عزيزي، احنا في موارد كثيرة لعلها تقريبا كلها كنا متفقين أنا والأساتذة بمجال الصوت والنغم، ولكن قد ممكن تفرق الدرجة من حكم إلى حكم آخر، وهذه المرة قد أختلف مع الأساتذة بأن الأخ عبد الرحمن رغم جمالية صوته اللي تحدث بها الأستاذ عماد وجمالية النغمات، لكن أنا أشخص أنه يحتاج إلى قالب واضح ويحتاج إلى خارطة واضحة، لأنه عنده 10 أسطر أو 12 سطر أو 15 سطر، يحتاج إلى خارطة معينة يمشي عليها. يعني أنا أتوقع لو فتح المصحف من مكان ثاني سيقرأ بغير خارطة، وكأنه لم يهيئ لهذه الأمور. وتأتي الجملة فراح أعود إلى هذه النقطة التي تحدث عنها الأستاذ عماد، وهي إما أن يكون عدم ثقة عند الشخص وهي الخوف وهو بعيد عن الخوف، أو الثقة الزائدة هذه تؤدي إلى هذه المخاطر، أو الوسط. نحن نريد الوسط حتى يكون عنده انكسار مع الخوف مع كذا، وبالتالي يؤدي بالشكل الصحيح. يحتاج إلى هذه الثقة اللي عنده، هو يبدو أنه رياضي أيضا من طوله ورشاقته، لكن يحتاج أكثر إلى الدخول بالمعاني الآيات القرآنية، وأيضا إلى أن يحدد خارطته النغمية. مهم جدا، نتمنى له الموفقية وتلاوتك ما شاء الله. الله يفتح عليك. شكرا. عبد الرحمن وزكريا، أنتوا الاثنين حفاظ كامل القرآن؟ الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الله. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ عمر تفضلوا. ما شاء الله، لم يبق لي المشايخ والأساتذة ماذا أقول، فماذا أقول إلا أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لأن تأخذ بهذه الملاحظات التي لا تزيد تلاوتك إلا حسنا، وهذه الملاحظات أكيد عن حب، وكلهم يحبون لك أن تكون الأحسن والأتقن بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. أختم مع السيد كريم موسى. سيدنا ذكر كل شيء، وأستاذي هم ذكر لي يفيد الحبيب، فأنا بس أضيف زيه حلو يعني يا ريت. وجميل بروحه وبحنجرته أيضا. بالفعل آل الزيرك حناجر صيغت من الضوء النقي. عبد الرحمن الزيرك شكرا جزيلا لهذه المشاركة. شكرا جزيلا. أحسنتم. تفضل. حياكم الله مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى مسك ختام هذه الحلقة، ولكن قبل الختام لابد لنا من إعلان المتأهل عن هذه الحلقة. تأهل معنا باقتدار وبجدارة المتسابق من إيران مجتبى هرنديزادة. مبارك عليكم يا مجتبى، وإن شاء الله ننتظر منك الإبداع في المرحلة المقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله مشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.